والله يدعو إلى دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعندنا الإنباء بشرح متن البناء في علم التصريف. وعليكم السلام. الأبواب الستة تشبرنا الأبواب الستة الأبواب الستة مسبريسي كوس أبواب تري آش الباب الرابع صح؟ طيب، فعل يفعل، يعني هذا هو الباب الرابع. فعل يفعل موزونه علم يعلم، علم يعلم امروتم اوزان برستم كيا كيا اس فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل وماضي اعتبار اس اتمس اخ وزن مضارع اعتبار گيس پخم تر وزن وچس ماضي اعتبار دئ وزن اور مضارع اعتبار چور وزن ويت چس اعتبار مضارع تو مصنف الباب الرابع مضارع چ اعتبار فعل يفعل موزونه علم يعلم علم يعلم اچھا بیاکھ موزون چھُ سمع یسمع ییٚلہِ سیٖن آسہِ لیکھِتھ دۄن برٛیکٹن منٛز سمجھ گژھِ سُہ چھُ بابہِ سمیع منٛز طیب وعلامته ان يكون عين فعله مكسورا زِ یُس زن امہِ فعلُک عین آسہِ سُہ آسہِ مکسوٗر فی الماضی ومفتوحا فی المضارع مضارعس منٛز آسہِ مفتوح وبناؤه ايضا للتعديه غالبا غالبا چھُ متعدی آسان وقد يكون لازما اور بعض اوقات هيكسن لازم تي مثال المتعدي نحو علم زيد المساله قويت شو علم محتاج الى ايش الى المفعول به فهو فعل متعد ومثال لازم نحو وجل زيد اي خاف زيد وجل زيد اي خاف زيد قوله فعل يفعل موزونه علم يعلم مثله رحم يرحم وفرح يفرح وصعد يسعد وعلم يعلم ووجل يوجل طيب يمشي امشي مثال رحم يرحم فرح يفرح صعد يسعد علم يعلم وجل يوجل اي وجل ايش خاف كما في القرآن وجلت قلوبهم كما سيأتي في المثال طيب وقوله وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما هذا غير صحيح هذا غير صحيح بل اللزوم فيه أكثر من التعدي بل كأحمد شو متعدي وخطة زيادة سان لزومي يزن تعدي شو تعدي شو زيادة سان كأحمد مزن بابي فعل اسمزن فعل فهمت شو زيادة كيا متعدي أجل. وقوله مثال المتعدي علم زيد المسألة قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فعلم هنا يحتاج إلى مفعول به فهو هنا خيرا فخير مفعول به لعلم لعلم وقال جل وعلا يعلم سركم فالسر هذا مفعول به وجهركم جهر هذا معطوف على سر ويعلم ما تكسبون ويعلم ما تكسبون يتكلم مفعول به أين مفعول به ما هذا مفعول به في محل نصب في محل نصب طيب ومثال لازم نحو وجل زيد قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم وقال قالوا لا توجل أي لا تخف هذا قول ضيف ابراهيم لابراهيم ابراهيم سو بس بس عيد تم كم بس فرشت تو ابراهيم سو بس تصلي دو بس خو اسمه اوكي لا توجل والان عندنا الباب الخامس فعل يفعل وماضي اعتبار شو كسم وزن شي تريم تو مضارع اعتبار شو پونچم فعل اس كوس وزن منسي فلاون شي تزن فعل يفعل أتي أم بطن باب سادة مجي فعل يفعل طيب فعل يفعل موزونه حسن يحسن يعني أتشاهنا حسن يحسن أتشاهنا يشو باب فعل يزن شنا يشو أسان لازم فقط لازم
أشياء. وعلامته أن يكون عين فعله مزموما في الماضي والمضارع. طيب في كليهما. وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد. زيد حسن شو؟ خوب صورة. شرف زيد. زيد حسن شرف هو. كرم زيد. زيد حسن شو؟ كرم هو. طيب عزم زيد. زيد حسن شو؟ أزيم. فعل يفعل موزونه حسن يحسن مثله كرم يكرم ظرف يظرف. ظرف يعني سو بارع آسون بريليانت آسون بريليانت آسون. طيب يا أكل من آسون. شرف يشرف هذا مفهوم. زخم يزخم زخيمة شما كتاب يشتر زخيم كتاب يعني يشتر بار مرت كتاب بار مرت كتاب. ولا يوجد في لسان العرب فعل يفعل لا يوجد بل يوجد فقط فعل يفعل ولا فعل يفعل. وما سمع على غير هذا الأصل يسمى بوزن أمتن أث أصل خلاف تشاتي كني فعل يفعل أس خلاف أس أمت بوزن. فهو من تداخل اللغات شو اللغات هن تداخل نحو لبوب يلبب لبوب ما كي كشا يوني يلبوب ما تياو يلبب لبوب هو يعني صار ذا لب لب هو أقل لبوب هو أقل مد تشاتي جسي وانو شوان كل لبيب يفهم بالإشارة عقل منتش سمجان اشاره ستي تعدي قول لب عقل لبوبا عقل مد هنا لبوبا يلبابو يلبابو شاد مزاري قول اصل قياسون يلبوبو قياسا قياسية. والمراد بالتداخل اللغات في الفعل دان فعل سندر ترم قرر اسمه تداخل اللغات ام كاش مرادا سن ان يكون الفعل واردا من بابين فعل سن وارد دون باب المزن كالفعل لبوبا فينطقه قوم بالضم أقوم شد بران ضمسان لبوبا يلبوبو يتم لبوبو شو قالت لبوبا يلبوبو أصلا شاهد من يخون يلبوبو أشوفهم تاني أشوف وقوم يتم تقوم يشوف وقوم يعني بيا قوم شو برانت وقوم بالكسر بيا قوم شو مات كسر سان لبيبا. ثم يصبح مضارعه عند عامة العرب بعد بني وث عام عرب نشان مضارع مشتهرا ببناء واحد منهما يما ده يما جس مشتهر هو تيت برود بتفت كيار مزارع يعني يلبابو فهو يلبابو من لبيبة يعني أصل شو لبيبة يلبابو. وحينئذ يستغنى به عن يلبوبو الذي هو مزارع لبوبا. قوله بناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد أجل يكي شو لازم أصلا يأتي إلا تقنى بياني لازم أطلب يقو يعني شو سكون يعني شو بني ذات استام أصلا محدود أمين أبرسني كم كنا كيف كازي ذلك لأنه يأتي غالبا للأفعال الغريزية غريزية يعني ريم ذا إنسان أندري شيء إنسانس أندري غزيرية فطري طور والطبائع نيتشر والنعود صفات فيختص أثره بالفاعل أي أثر شو فاعل استعمل وزن محدود ويلازمه فلا يتجاوزه شو أمسي ست لازم أصلا طب بيوتنا لازم يشون بعد أمنش تجاوز كران. قال تعالى والذي خبوث يساس خبيث آسي لا يخرج إلا نكدا. طبعا تعرفوا شو بس خباسة تنيران. تشاتي والذي خبوث خبوث يعني يسبان آش خبيث. ويجي كيش؟ يش نعود يش صفة يش صفة. وأما ما سمع منه متعديا وارك فعل آسي متعدي من باب فعل يفعل. جسي رهوبت ك الدار رهوبت قويتس كا استعمال متعدي قونا استعمال مفعول به كوش كا شايكين جسي سنو قتلك قتلتك زربتك وزربت شو فعل كا شو مفعول به إذا بو شو رهوبت رهوبة قوينة بلكم كارون مرحب كارون مرحبا كارون رهوبتك الدار فهو الشاذ شاذ مش شاذ أخسرس خلاف أخسرس خلاف يعني أصل شيء خلاف على تقدير حذف حرف الجر أتشو حرف جر مقدر أصلا فقد كان أصله رهوبة بك الدار شو أنا بعض وقت مرحبا بك وأصل شيء رهوبة بك الدار رهوبة بك الباتشو حرف الجر شو محذوف
ثم خذفت الباء تخفيفا لكثرة الاستعمال. بس كثرة الاستعمال ست كيا قومتن؟ جيسي لفظ الله أثمان جو أخ حمزة كثرة الاستعمال كي وجيسن حزب قومتن أثمان جو الإله الإله ال بس حمزة شنو سوچو حزب لكثرة الاستعمال بني الله إذا بعد بسم الله كثرة الاستعمال اللي بقوم حزب كيا حزب أشياء. أو على تضمين الفعل رهوبة معنى الفعل وسيعة يا زي فعل شو متزمن آسان أثمان شو معنى آسان كامي كو وسيعه يعني وسيعة جان خطر شو وسي تقوي وسي غر أي وسيعتك الدار دار شو جان خطر وسي. ولم يحكي الخليل غيره مما شذ طبعا خليل شنو ينبغر بيك رواية كورنك حكا يحكي كيكو يعني حكاية يعني رواية رواية ربي. وحكى بعضهم فعلا آخر خليلن شو بس أخ مثال دزمتن باقي وش أم بقدر أخ مثال دزمتن سقو طلوع طلوع اليمن يمنا طلوع اليمنا ساسقو يمن اسمه طلوع. على تزمينه معنى بلغة أثم شو معنى سان بلغ اليمن يعني ساسقو يمن. والصواب أنه طلع من باب فعل ما قال صحيح شيء زي إيش نطلوع كي شو طلع لازم إيش نأثم زن ام کیو انی مستثنیات مزن داخل کرنے کی چا ٹھیک خلیل چھ مثال دتن بس رہوبا چا ٹھیک ٹھیک چھ. الباب السادس الباب السادس اخری باب اس فعل يفعل موزونه حسب يحسب وتن پرس فعل يفعل وصاخ مش فعل يفعل. وعلامته ان يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع وبناؤه أيضا للتعدي غالبا وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا زيد حسب شو أمر فاضل فاضل بول يعني حسب شو محتاج إلى مفعولين حسب شو محتاج إلى مفعولين. ومثال لازم ورث زيد زيد حسب شو ورث در. الباب السادس فعل يفعل موزونه حسب يحسب. هذا الباب سماعي جسماعي فعل يفعل قياسي شنو هيك. اما القياسي فهو باب فعل يفعل قياس قياسا شو هي امصاد ماضي فعل تاتي مضارع كيا يفعل ما قال كي ابواب تتم يمزن سماعي تي تم اگر تش ماضي شو فعل مگر مضارع شو في يفعل يون كيا گشا يفعل يون گشا يف يا يون گشا يفعل يون گشا يفعل مگر سماعا شو كيا يفعل يون بارن. وذلك لاختلاف حركات العين فيه سوچ اثمزن يسن عين حركات چ ام كز بنياد اس پر نو ولي كثرت الاستعمال بي كثرت الاستعمال كي ولسن خلافا لباب فعل يفعل. اذ تتوافق فيه حركه العين على خلاف الاصل فعل يفعل اثمچ عينش حركات پر موافق ماجس مستچ مكسور مزارس مست مكسور يچو خلافي اصل يچو خلافي اصل يعني قياسس خلاف يسمع شو قياسس خلاف. ولم يسمى منه إلا 18 فعلة. أم خاطر شو أخ فيديو مثلا شنو بيشك عربي؟ طبعا شايد بنصي يمكن شاطرين فيديو طاف ماشي يما أم جماعة كارنا. إلا 18 فعلا. ورث يرث. ورث يرثون. ولي يلي. ولي يلي يعني أم بطاسون. فولوينغ. فلي يلي. يا سيدي أنا شو أجب ما يلي. أجب ما يلي يعني يس أمباتي تادي يس جواب وجد يجد يعني شو وجد يجد مگر أخ شو أخ استعمال وجد يجد يجد تي وجد يجد تي بمتس بون واري ما ياري مو شاست واري ما ياري مو يعني وارم خاصون وارم خاصون واري ما ياري مو أشا وارع ياري أوجو يعني ابتعاد عن الإثم قانونشن دور روزن أي مشتم تون وارع ورع. أشا ومق يمق ومق يمق يعني أحب محبة كرم. ومقه أي أحبه. ومقت زيدا أي أحببت زيدا. أشا وفق يفق يعني موافقة كرم موافقاس. طيب وثق يثق يعني وثق يثق يعني معتمد آسون معتمد آسون ثقة آسون. أشا وري يري يعني
واریاہ یاری گوٚو یہِ اَتھ وَنان چھِ أسۍ اِتھ کٔنۍ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ فخٕز حظ فخٕز اَتھ کیٛاہ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ ران حظ ران آ یعنی یہِ موٚٹ آسٕنۍ واریاہ یاری یعنی عظمت عظمت یعنی واریکاہو أمۍ سٕنٛدۍ یعنی فخٕز ہسا چھِ کیٛاہ موٚٹ و ہکیٛاہ دَنا وَعیٖقہ یعیٖقو وَعیٖقہ یعیٖقو یعنی عجیٖلا جلدی کَرَن عجیٖلا طیب یہِ چھا ٹھیٖک پَکان بہٕ چھُس ووٚتھُس بۄن واریاہ یری وجیٖدا یجیٖدو نہ ووٚتھُس ووٚتھُس وَعیٖقہَس نِش وَعیٖقہ چھُنہٕ اَسہِ کینٛہہ چھُ وَسیٖقہ یَس پوٚر اَسہِ واریاہ یری تہِ پوٚر اَسہِ ہہ نہ واریاہ یری پوٚر نہٕ اَسہِ کینٛہہ واریاہ یری چھُ اَسہِ پَرُن واریاہ یری گوٚو یعنی جمع کَرُن اِکتنزا کٲشِر پٲٹھۍ خزانہٕ کَرُن جمع وجیٖدا یجیٖدو حضا مفہوٗم وقیٖحا یقیٖہو وقیٖحا یقیٖہو گوٚو یعنی اطاع اطاع اِطاعت کَرَن وقیٖحتُہو اے اطعتُہو وقیٖحا زیدُن حامِدَن اے اطاع زیدُن حامِدَن اچھا وقیٖما یقیٖمو یعنی اِغتَمّا غمگیٖن گژھُن وقیٖما یقیٖمو گوٚو یعنی غمگیٖن گژھُن طیب واریٖکا یریٖکو یہِ ؤنِو أسۍ وٕنۍ یعنی ران گژھن کیٛاہ موٚٹ أسۍ ؤژھِ وۄنۍ أتھۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ واریٖکا یعیٖقو یہِ تہِ ووٚن اَسہِ یعنی جلدی کَرنہٕ عجیٖلا آنا یعیٖنو آنا یعیٖنو گوٚو یعنی نہ ہانا یِم ٲسۍ برونٛہہ پَکان اچھا وحیٖما یحیٖمو اَتھ چھِ گژھان گڑبڑ ٹھیٖک اَتھ سۭتۍ سۭتۍ وحیٖما یحیٖمو یعنی غلط گژھُن غلط وحیٖما یعنی وَہَم آسُن اچھا آنا یعیٖنو یعنی ہانا جیسے ہانا وقت الصلات یعنی آنا وقت الصلات نٮ۪ماز سُنٛد وقت ہسا آو چھا ٹھیٖک آنا یعنی ہانا جاء اچھا وعیٖما یعیٖمو یعنی اخبرا وعیٖمتُہو اے اخبرتُہو بِأنَّهُ مَرِیٖض طیب طاح طاح یطیٖحو اے فقد عقلُہو تٔمِس گٔے عقلٕے ختم تٔمِس چھَنہٕ عقلٕے کٲشِر پٲٹھۍ طاح یتیٖہو یعنی ظل سُہ ہسا گوٚو گُمراہ طاح یتیٖہو یعنی ظل الا خلاف فی طاح و طاح و وریٖما وریٖح دَپان یِمن منٛز چھُ اِختِلاف زِ یِم یِنا بابہِ فعیٖلہ منٛز کِنہٕ اچھا تُہۍ ؤنِو وۄنۍ طاح کِتھ پٲٹھۍ چھُ بابہِ فعیٖلہ منٛز باقٕے چھُ بابہِ فعیٖلہ منٛز وریٖسا چھُنا باب فعیٖلہ ولیہ یہِ چھُ فعیٖلا طاہا کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَصٕل چھُ تَویٖحا اَصٕل چھُ تَویٖحا تہٕ چوٗنٛکہِ اِلا تصریٖفہِ کہِ وجہ سۭتۍ آو پَرنہٕ پَتہٕ یہِ طاہا طاہا وما سِواہا سُمی عبیر وجہ اَمہِ بغٲر یِم زَن چھِ تِمن چھِ زٕ وجہ زٕ صوٗرتہٕ پَرنٕچ الفتحُ المقیٖس والکسرُ المحفوٗظ الفتحُ المقیٖس یعنی قیاسن چھُ فتح تہٕ مگر محفوٗظ چھُ کسرا وحیٖا حسیٖبا یحسیٖبو یحسابو وغیٖرا یغیٖرو یوغرو یعنی شرارت کَرُن وغیٖرا علا خصمِہی یعنی غضیٖبا علا خصمِہی سُہ ہسا چھُ پنٛنِس دُشمنَس پٮ۪ٹھ گوٚو سُہ غضبناک وغیٖرا یغیٖرو یوغرو یہِ گوٚو یی طیب وحیٖرا یحیٖرو یوحرو گوٚو یعنی اِشتد غضبُہو یعنی تٔمِس ہسا کھٔژ بَڑٕ زبردست شرارت طیب نعیٖما یَنعیٖمو یَنعمو یعنی مَزٕ تُلُن مَزٕ تُلُن نعیٖما یَنعمو یعنی نعمتَس مَزٕ تُلُن اچھا بَعیٖسا یبعیٖسو یبعسو یعنی فقیٖر فقیٖر آسُن جیسے البعیٖس الفقیٖر با چھُنا قرآن صٲبُن اِسمال با اِس ؤنِو فقیٖر غریٖب لاچار طیب ولیٖحا یلیٖہو یولہو یعنی اِضطرب تردد شک آسُن کَنفیوٗجَن آسُن کَنفیوٗجَن آسُن طیب یبیٖسا یبیٖسو یبسو یعنی ہوٚکھ آسُن یبیٖسا یابِس گوٚو ہوٚکھ آسُن جاف یبیٖسا اے جفا یُس کَمافِل حدیٖث و جفتِل
كاشو يعني قلما سايت هوتون رفعت الأقلام وجفت الصحف قلما سايت هوتون والأوراق خاصة هوك جفت أي يبست. طيب ويئس يئس وييأس يعني نا أميد قاسون ولا تيأس كما في القرآن ولا تيأس نا أميد ما تهجو ووهل يهل يوهل يعني سها أي غلط سها كارن غلط كارن ولغ يلغ يولغ أي يعني تشمر تراون آبا سندر يعني إذا ولغ القلب في الإناء هذا سندر شو ولغ بأخ شاتك ولغتي وبق يبق يو بق أي هلك هلك يعني ساسقو هلك ووحمت تحيم يتكذا وحمت أصل جو وحمة ما يتم مؤنس خيال ثم تكذا فعل جو خاص مؤنس نستن تريك يعني أصلاقو اشتدت شهوتها زين قسم دوا خيامات أمس تمسن شهوت بر خطرناك سن تريك تم قدش لفظ سن اسمه وحمت يعني وحمت المرأة أي اشتدت شهوتها ويمشي exceptions كمشي أصل شو فعل يفعل ما غير يفعل تشيمان تشو محدود يمن أفعل مزن تشيمان محدود. وقوله وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما غير صحيح يتسو غير صحيح تعرف يمشي التعاقب كان شارع بل يأتي للزوم غالبا بل كيشو لازم خطر أصلا غالبا وقل أن يأتي متعدي شو كام أصلا ودليل ذلك التتبع والاستقراء أمي دليل شو تتبع والاستقراء ولأنه لا يكون التعدي أكثر إلا في أبواب فعل فعل كن أبواب المزنين فعل يفعل 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 تمام شو كام أصلا تعدي أكثر. طيب وقوله مثال المتعدي حسب زيد أمرا فاضلا فقد تعدى حسب لمفعولين قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعني أن مصدرية أصل أن أم حسبتم دخولكم الجنة ودخول شو مفعول أول الجنة شو مفعول ثاني جاتي أن بتس أن شو أصلا مصدرية أصلا أن بدل فعل مزارع جاتي تو يلس أن ترو بتشمان تيمو مصدر جسي وأن تصوموا خير لكم يعني وصيامكم خير لكم. وقال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني نزان رويل شتم باسان كيا غني كم تم فقير يمن برسان شي من منغان شي كيا تم شو تعفف كران تم شو أتوان باه تم شو منغان كيا تم شو بشان كيا. ويحسبهم هم هذا مفعول أول أغنياء مفعول ثان على قراءة نافع دوان نافع ابن كثير أبي أمر كسائي تبي يعقوب تخلف بن هشام سن كرام طيب يس أحسن شكولان شد أحسن يحسبهم كي أحسن يحسبهم أحسن يحسبهم. طيب ومثال لازم نحو ورث زيد دوان لو مثل بغير الفعل ورث كوهم زيد لكان أحسن أريد سبق دي وهي مثل المثال سوز بحتر كيس لأن الفعل ورث غالبا ما يأتي متعديا ورث شما غالبا متعدي بل لم يأتي في القرآن إلا متعديا القرآن صنع شو متعدي يقوم باستعمال. قال تعالى وورث سليمان داود ورث فعل ماضي داود مفعول به. وقال تعالى وورثه أبواه ورثه هذا مفعول به. وقال الأعشي طريفون الولادون كل مبارك أميرون لا يرثون سهم القعدد زيتي ما حصلت أكي طرف أخ جماعت يمزن وارية باتش بغض كارن ويل كل مبارك يعني تمشي بركة ويل بغض إكس بركة ويل شتم بغض كارن ويل أميرون يعني كثيرون تمشي وارية جادة لا يرثون إلا سهم القعدد تمشي بغض وراثة مزيوان كيا يمن جادو اجداد نستير يلو بر اولاد فايرس قعدد غني على اجداد. ويرثون سهم مفعول به. ورثناهن عن اباء صدقا ونورثها اذا متنا بنينا
أسي هاسا أسي هاسا أي وراسة تس أندر تم يعني غوري هون نشو مراد غوري أن آبائي صدقا بيس پر هاسا أي پنن آبا نشن أسي وراسة سندر نوري سوها أسي هاسا رتوكم كيا وراسة سندر إذا يعني ونوري سوها بنينا أسي كروكم كيا أز نجي كروكسن وراسة سندر قبول إذا متنا إليس مارو إليس مارو يعني مارن پاتي كسن وراسة تيمن كون تقسيم وربما جاء ورث لازما على قله طبعا قله تصمني لغه قليله شبه اخر مشواني كي لازمه وربما تعدى بالحرف كنت شي حرف ستي متعديه كما في قول ورث فلان هذا قبل ان ينفس فلان فلان هذا شي يمسون وارث بني يمسون وارث يمبرونز قبل ان ينفس اي قبل ان يولد زنبروتي زنبروتي اي قبل ان يولد وقوله ورث فلان بالقعدد فلان حسچو اجدادن هون وارس وفي يتشي متعدي بالباء وقوله ورث فلان بالاقعاد بالاقعاد يعني بهناون يعني ان اساسچ فلان حسچو وارس بهناون اقعاد يعني اجلاس بهناون كان بهناون پتر طيب اكتب بس نكتفي نكتفي سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.